نحن نتواجد في فندق الرشيد في صالة الفي آي بي، المكان المخصص لانتخاب الرؤساء والوزراء والشخصيات السياسية والقيادية. يعني نحن نتواجد هنا في ساعات الصباح الأولى منذ بدء عملية الاقتراع. حضر الكثير من الشخصيات السياسية في هذه الصالة، رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، ومن ثم رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، رئيس تحالف القوى الوطني السيد عمار الحكيم، وكثير من الشخصيات السياسية والقيادية حضرت هنا للإدلاء بأصواتهم. في الحقيقة في العاصمة بغداد عملية الاقتراع ضعيفة، تكاد أن تكون معدومة تماما. بعض المراكز لم يكون بها إقبال من قبل الناخبين للتصويت، هنالك عملية ضعيفة جدا من قبل المواطنين لمراكز الاقتراع. كان من المفترض أن يكون هنالك تقريرا أو تقرير منتصف النشرة من قبل المفوضية حتى تطلع الناس بالأرقام والإحصائيات، وتطلع أيضا إن كان هنالك يعني حصلت يعني إخفاقات فنية أو لوجستية. لحد هذه اللحظة لم يصدر هذا التقرير، نحن بانتظار تقرير المفوضية لأن نكون بآخر المستجدات لهذه الانتخابات. ولكن بالمجمل العام الانتخابات قد تكون ضعيفة، في بعض المراكز معدومة تماما.